بداية تحدثتم عن استهداف مقر لحزب الله في السيدة زينب، هل أدى هذا الاستهداف إلى سقوط قتلى؟ بالفعل سيدتي، يعني قام الجيش الحر صباح هذا اليوم باستهداف مبنى في منطقة السيدة زينب. هذه المنطقة التي تعرف بأنها معقل لحزب الله، معقل للميليشيات الشيعية، وخاصة بين قوسين أبو الفضل العباس. ولكن هذا البناء له استراتيجية وأهمية كبيرة في تلك المنطقة. حسب المعلومات المتواترة لدينا من العسكريين والقادة المسؤولين عن العملية، هذا البناء كان يتواجد فيه على الاقل في كل مره 30 او 40 عنصرا من عناصر حزب الله ولواء بطلع عباس. هذا البناء يكشف مساحات كبيره، بساتين حجره، بساتين يلدا وببيله، بالاضافه الى الطريق الواصل بين يلدا وببيله، وخاصه في فصل الشتاء نظرا لان المنطقه هي منطقه زراعيه ومنطقه بستانيه. الان ايضا اهميه اخرى بامكان المزارعين وايضا السكان زرع هذه المنطقه، لان هذا البناء كان يمنعهم نتيجة استهدافهم بالقناصات من قبل هؤلاء، يعني القناصة التابعين لحزب الله ولواء أبو الفضل العباس. أيضا مشهد بارز كان آخر في حتة التركمان في الغوطاء الشرقية، الجيش الحر تمكن من قتل 15 عنصرا من حزب الله على الأقل وجرح 7. قوات النظام قامت بإسعافهم على الفور وأخذهم على لبنان عبر الطريق الدولية، ولكن جيش النظام بدعمه القوي ودباباته وطيرانه واستخدام سياسة الأرض المحروقة تمكن من السيطرة على تلك المنطقة، والتي هي استراتيجية كبيرة إلى حد ما في منطقة الغوطة الشرقية على طريق المطار. أما في بلدة المليحة اليوم على حد النسيم، ربما قوات النظام تجهز لعمليات الانتخابات، قامت بإعاز السكان بأن الطريق قد فتح على حد النسيم. هو هذا الحد الذي يربط جرامانا بالمليحة، وهو الطريق الوحيد الذي يخرج منه السكان عادة. قاموا بإعاز لهم، وعندما وصلوا إلى هذا الحادث قاموا بإجبارهم على البصم على أوراق بيضاء، ربما هي كما أخبرونا من قلب هذا الحادث هي عملية. لماذا إجبارهم على البصم على أوراق بيضاء؟ سيدتي الكريمة، كما تعرفين منطقة الغوطة الشرقية هي منطقة حاضنة للثوار بامتياز، وهي منطقة تشكل غالبية كبيرة، ويحاول يعني حسب ما أفادنا المعلومات من داخل هذا الحادث كسب الشرعية من الغوطة الشرقية لبشار الأسد في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا الحال ربما يتكرر لأن قوات النظام والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعطت إعاز بفتح حاجز المخيم بعد غد لخروج السكان وجلب حاجياتهم، لربما يتكرر هذا المشهد أيضا لإطفاء الشرعية على الانتخابات الرئاسية القادمة خاصة في مخيم يرموك، وأن المنطقة يقطنها أكثر من نصف مليون من السكان في ريف دمشق الجنوبي وجنوب العاصمة دمشق، والذين هم محاصرون بالأصل للشهر العاشر. طيب على التوالي أيضا كيف يتعاطى السكان مع هذه الإجراءات؟ هم مرغمين على البصم على هذه الأوراق نظرا لأنهم في قلب هذا الحاج، وأصبحوا في منطقة يسيطر عليها جيش النظام بكل تأكيد. كل من يعارض هذا الأمر أما يقوم بتصفيته ميدانيا أو يتم اعتقاله على أحد الأفرع الأمنية لربما يخرج أو لربما لا، ولكن السكان تجنبا لهذا الأمر يقومون بالبصم على هذه الأوراق. فلربما في الأيام القليلة الماضية أو الأشهر التي ستنتج عنها الانتخابات الرئاسية ستطفي الشرعية على بشار الأسد. نعم. بسبب إرغام السكان على البصم. نعم. على هذه. نعم. الأوراق وخاصة في إذن يوم قيم. نكتفي بهذا القدر من المعلومات من دمشق. كان معنا خبيب عمار مراسل شبكة سوريا مباشر في دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك.